أبو طلحة رضي الله عنه أيا سوغل المسجد كنبينا عليه الصلاة والسلام مركا أقول يا رسول الله آياتنا عن مغلية وما تدوش على كسود دكتيبه آيات بسود دكيسي ويبدل إسعيك إنا كان ما أنت صدق جزء القرآن كهديه ومدى الله دل معنيه وحسب دل أويريه ما أنت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آيات القرآن في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون البر هذا من قشد وجم خير لما أنت ويان وناك أوتن مرك الليل هذا البر إلهي بالو وناك أوتن لما أنت هل ميسان إلا واحد جعشين هذا الله درت يضرب حسان مويان مما تحبون واحد جعشين ما حان جعلها إنكم ما أنت صدق هذا مركان بحرينه ما واحد أكتينا وجو قيمة بدن باب بحنا مس واحد وغير كل شلن مس بقول شلن باب بحنا فرق أنك والزمن كان جوجنا وآيات دي مغلينا وحديث كنبينا مغلينا عليه الصلاة والسلام وصحابي قصدي آيات دا أبدشي مغلينا إنما سامينيس آيات دا سقران إن حب أموالي إلي بيرحابو حول حيقا حول حيقا نحن حول بضن بوها بيرب بضن بولها حول بضن بولها قنعسي بضن بولها حول حيقا تانو قد جعل حيقروا بيرت بيرحا ليدا بيرت الكي كتالا مدينة المنورة كتالا بيرت سانو قد جعل حيقروا بيرها حول حيقا ولما مسكيت النبي عليه الصلاة والسلام مقابل كيسك تعلي هر معانا ويل هيد بيا معانا ويل هيد ولما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو صلاة أو كبحه برت بيروحال إلى أن توب قالوا هر كي أنا والنبي وهوس فدي سنة يجي بيا هيجا معانا النبي وعب جري برت أن تقي ملاذ مركز شخص قال برت أن قال يا بيا هيجا استعمال يا هر كي أنا استعمال يا ما هبقر وسيد ولد آدم عليه السلام آدم عليه السلام ويل رش آدم أورلاي شخصي أبو سيد سناوي أنا حبرتني استعمالي هر كذي بيه هيجا أنت شرف برتها صوغة ليس شرف يا كرام الله مع ذلك وحيري برتها سان حولها هيجا أبو جعلها وان بحيه بكيل أركاب النبي يقول بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح بخن كلمة داس اللغة في الصومالية أرجو أبو دو وركان وان باري موقته كتاب كان رياض الصالحين كان في الصومالي قال لقو ترجمي أنا باب الرخيص وترجمي أيان يدي بل كيف بخن أريق نوح صوقات مركا أغا استعمالان صومالي دين حقاس يعني وكلمة لا استعمال قورما مركا قف الشيء الليب ولا تعجبه مركا أبو نبي قد مالكا سواتك ما عاشتي بودي قناعسيقا تجارة دا أدية إلهي ما أنت إن دحمرتي واتك ما عاشتي ولكن نوح نوح أركاب نبي قكورينا القرابة هذا أساسي يكا أحق له قرابة ديسي إن قال لي أنت فقير قرابة ديسي كود حجرتين تقو ياري أيو بارتي دان ذو قيبية سامين تاس أي الله قد دان ليها قرآن كان القرآن هو وعدك إلهي قرآن هو وعدك إلهي قرآن هو دعوة إلهي إنك ونسي قرآن هو دعوة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرك ومد الرسالة ده وقارسين يي قرآن كانوا بدو شهدك وآخرين وحكى لكم آخرين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قرآن كوحى وشاقي إلهي إن لابت النبي محمد قرآن كله سود جيبي إن جبريل عليه السلام لو سود جيبي لأن جبريل نأو لابت النبي محمد قرآن كله كود جيبي مركاب النبي قوم أمليا قرآن كله دافي كرا لأن مركاسه كدب أخر جبريل عليه السلام ودد جيبي مرقاس الله قول لا تحرك به لسانك لتعجله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قرآنك إنه كابح صدق وكارده هكيا بما نبي قال ويلي محايا القرآنك إلهي با إلى لنا يا لابت النبي محمد عليه الصلاة والسلام واللاب إلهي عز وجل وقلت لك القرآنك إنه حنبارته وحبنا آذنك وصاوست قلبك إنه كبوح ونبى نبي قلبك سلق سفيه marka halkaas quraanka lagu dajiyo marka abi bakr sadiq wuxuu yiri wa hagaag quraanka la soo jamciyo ahdiga nabiga ragii quraanka qori jiray kutaabta aha ayaa loo kala diray marka dhul aliyo dhulka islaamku uu gaaray oo leedinin aliyo ninkii saxaabiyad meel ugu tagtaan quraanka intuu haya ka soo qora maxaan quraanka lagu soo qoray marka la warqadahan iyo buugaantan ma oolin hargaha xoolaha iyo maaragtan lafaha geela iyo geedaha timirta jirida marka la kala dalacayo waa cadaan meelaha noocaas ah quraanka marka lagu soo qoray nin walba marka intuu hayay ba marka laga soo qaado quraanka
هل آيدة أواخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا بد آيات يا سورة التوبة وقدم بيا حل نن أو صحابي كلي يلا قالوا لو قلت قيبل لي خزيمة رضي الله عنه أيا لو قلت قي مركي أبو بكر لو شيء قال لي لا بد آيات صحابي كلي يلا قصوا هلينا أبو بكر وحيري والله وحى إيزيا دي كالصوني عمر بن الخطاب تلا دا وسوجي دي إلهام حق إله إني كتب مدى حد بن أمين سدي بقول مركز مركا قرانكو قرآن كاردن با زمن كي نبي قصدا أبه سنة وعهدي أبو بكر نصدا أبه سنة عهدي أبو بكر قرآن كمرك اللي سوى جمعية قريقة حفصة آي الله دقائب اللي خلافة عثمان بن عفان قرآن كمصحف قال لقو جمعية ومراقبت عثمان بن عفان مرك الله ترين آيو وحيابها عثمان ولك اليو بيوحا كمي دبال اللي وانك مصحف كمارك تاني عهدي سيبا مصحف قرآن كالله قرول لطابعي جامع القرآن با عثمان بن عفان لقو مقعدرا ثم قرآن كمركة هل كوكو قرنا لا بتهدو كوكو قرنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون إلهي واكي كلها قرآن كم لا بتوحو كسوغي هاي دتك إلهي وعلم وسيي دتك إلهي قلب جوغا نورك إيمانك يقين تأوبغي أي قرآن كلا بتهد إلهي كو إلهي أغادا حديث النبي محمد والله صلى الله عليه وسلم عهدي محدثين تو اي صوبحين اي حديث كلا سو جمعيه اسغنا حتى نمك يهود وحس كدين انت سو احاديث وما ركتان اسرائيليات الى حديث النبي كو دخريان نن زنديق او خلافتي وحجعلها ان هي ما ركتان هارون الرشيد ان هي يلا سو قبتي مركاس الكركه لا غوي مركاس سو قسلي حد كو قسوشا لا غوي وان نن دنتو لغو ودا ما ركتان ان لا دلدلو اما لا دلو وخر انتاس او حديث او موضوع او اسرائيليات ايانا حديث النبي محمد كو دخل دي مركا تاسا فايده يا بول انيغا وحو دونيه مركا ان لا يرادو وا لغا دينيه لغو دلي مايه احاديث تا نو شيك لكن وحا لا يدمي قادو قورتو كو يبو يده هارون الرشيد وحان هيسنا ابو الرج او كميد يحي ما ركتان عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه رج نعاس هبلي هبل صدح نمبوتريه مركا رجاسا كلا غران دوني بوخ قولكي نبي محمد كا سو بخاي يا قولك ما رجتان بن ادم كلا او يري رج الهي قلبه و نور او غليي او كلا ساريان هيسنا يبو كو يري مركا دينتينو وخي هوراي الهي نبي غو اي او شيغي انو بادادكا لوغو علعليا لكن ددكا دينتا هيستا ايا كلا دوون او كلا بدلن صحابادو ماركاي تيرودو اي يراتاي ادتي كلا اسلام كي جديد كينا اي تيرودو بادتاي ايا نينكا سو صحابي امركا خر بدن بو يشو دينتا كبرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايا كو يري ارديدي وخبرايي وحو يري انتم اكثر صلاه واكثر صياما واكثر اجتهادا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بو يري اصحاب النبي محمد الله يرضى عليك النقدي بو يري انكا كصلاه بدن إنك كصوم بدن إنك كدلال بدن بود حق عبادة دلال كيجي الدين برشبع ولكن كانوا خيرا منكم بود لكن سوى إنك خير بنا يبود لما يا أبا عبد الرحمن بيقول هذا سيقول عليه ذكرت لنا كثرة الصلاة وكثرة الصيام وذكرت لهم كثرة الخير وحيو كيور هذا أنك نوحد لو أما أنت إنا كصلاة بدن نحي أو أنك صوم بدن نحي وحق عبادة ما ركتاني ودلال كيجي أنك دلال بدن نحي aya kana khair badne baad ku sheegtay seenoga khair bateen ba lagu yidhi laba khasladood oo ajeeb u sheegay abdullah ibn mas'ud wuxuu rakaano hum azhada fi dunya wa arghaba fi al-akhirah buu yidhi ayako waxay haayeen adduyadan dadku dhex zaahidey bay haayeen akhiradana jacal bay haayeen ayako dad adduyadan ay dhex joogan ku dhex zaahidey adduyada way haysteen haday haystaan adduyadu qalbigooda kuma jirina bananaanka ka taala ayako inaka ki aanan haysan الدنيا قلبك كي جلتها كهيستنا محاضر مالين مركا كي أنا الدنيا بهيسن بفقير كاها أي الدنيا قلبك يا مدح حكا قشي وي وريريسي كي هيستنا مركا سدي أو قشي كوي الدنيا ده هيستي سدى بنوني دي الدنيا دو عيار سامانت أصحاب محمد نمحي هايان وي هيستين الدنيا ده لكن الدنيا دو قلبك دو كمي جرين بنانك كتال ليك كمي دح جرين
شيء مركو بنانك كايا لو ودي بير جاي مو أفضل ديها أتذكر ديك مركات دون تمركات دون تنا والقادم لكن شيء مركو قلبك كايا جر كورا كتو كان كريم ميسي أو إلهي كحصوصا كريم ميسي أو دين تا هذا كبرا كريم ميسي أو دين تا هذا كشقين كريم ميسي مال بك وحدي أبو طلحة رضي الله عنه أيا سوق المسجد النبي عليه الصلاة والسلام مركا أقول يا رسول الله آياتنا أن مغلي أو ما تدوش على كوسو دكتي آيات بسود دقيسة ويبدل إسأيك أنا كان ما أنت صد دقيسة القرآن كهدي وما دل الله دل معنى يو وحس بدل أوير يهي ما أنت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آيات القرآن كا في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون البر هذا من قشيد وجم خير لما أنت ويان وناك أوردن مرك اللي هذا هو البر إلهي بالو وناك أوردن لما أنت هل ميسان إلا واحد جعشين هذا الله درت يضرب بحسان مويان مما تحبون واحد جعشين ما حان جعل لهي إنكم أنت صدق هذا مرك بحنينه ما واحد أكتينا وقوق ما بدن باب بحنا مس واحد وير كل شلن مس بقول شلن باب بحن فرقك أنك والزمن كان جوجنا وآيات دي مغلينا وحديثك النبي جنا مغلينا عليه الصلاة والسلام وصحابي قصد آيات أبد الشيء مغلينا إنما سامين إس آيات داس القرآن إن حب أموالي إلي بيروحا بود حول هيجا نحن حول بدن بولها بيرب بدن بولها حول بدن بولها جناس بدن بولها حول هيجا تانو قد جعل هيجا وبرت بيروحا ليدا أبير الجيكو تالا مدينة المنورة كتالا بيرت سانو قد جعل هيجا وبرها حول هيجا ولما مسكيت النبي جنا عليه الصلاة والسلام مقابل كيسكو تالا هر معانا ويلا هيد بيا معانا ويلا هيد ولما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو صلاة أو كبحو بيرت بيروحا ليلا انتو قلو هر كي جنا النبي وهوس فدي سنة يجي بيا هيجا معانا النبي جو عبجري بيرت انتقي ملاده مركز شخص جا بيرت انقل يا بيا هيجا استعمال يا هر كي جنا استعمال يا ما هبقر وسيد ولد آدم عليه السلام آدم عليه السلام ويل دش آدم أو دلعي شخص يقول سيد سنا وين واحد بيرتن استعماله يهرك يدي بيه هيجا أنت شرف بيرتا سوق ليس شرف يا كرام الله ده مع ذلك وحيدي بيرتا سان حولها يقول جعلها وين بحيه مكيد أركابه النبي يقول بخن ذلك مال رابح بخن كلمة داس اللغة ده بصومالي قا أرجع وجوده وركان وين باري موقته كتاب كان رياض الصالحين كان في الصومالي قال له ترجمي أنا باب الرخيص وترجمي أيان يدي بل كيف بخن أريق نوح وصوقات أمريكا أغا استعمالا صومالي دين حقاس يعني وكلمة لا استعمال قورما مركا قف الشيء الليب ولا تعجبه مركا أبو نبي قد مالك أسوات كما عاشت بي قناع السيقة تجارة دا أدي إلهي مانتا إن دحمرتي وات كما عاشت بي ولكن نوح نوار كابو نبي كورينا القرابة هذا أسيسي يكا أوحق له qarabadiisi in alle intee faqir qarabadiisa ku dhaxjirteen tuu yeeray ayu beerti dhanaad u qaybiyay saameyntaas aya looga dalnayay quraankan ila quraanku waa wacdiga ilaahay quraanku waa wacdiga waa wacdiga ilaahay quraanku waa daacwada ilaahay inaka wanaasiye quraanku waa daacwad fadhkir bil quraan man yakhaf wa'id nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu umada risaalada u gaarsiinayay quraanku nu budushooda ku akhriyay wax kale kuma akhriyay dumaad nin la oran jiray ba magalada makkah ayuu soo galay majalisti quraashad markaa fariistay wa maalmihi nabiga naxay salaatu wasalaam uu nabinimada iclaamiye weeyaan wa qariib markaa arintu adag tahay xilligaas majlis alle majlis ku fariistaba wuxuu maqlaa nabiga la hadalaya oo la leeyahay maxamed he uu na dhibay ilaahiyadeenii buu ceebeyay aabayaashani dhintay buu ahlanaar ku sheegay odayaashii aqliga badnaa reeraha u talinayayna maan gaabinayeen buu ka soo qaaday دين جديدنا ونولجي مدي مجلس كستو فريستو أريغا سال هذا الحياة مركا أبو جهل بايد ورنك واني والا نيقد دايا بودي محمد هو أشياء نيقد دايا لن النبي كستو أدونك إلهي ورسالة دون سور ديبي داتك إهل كي صحابة أوه ريكو ريمدي مركا الضماد نكا نوحو أنين دختر أبوها داتك مسكح دو أي دقاق دو أي دبايلوها أي دردران أي جنكو تابتو أيو دبيب جريبا لك مركا ساوحا يقول نعذيب ونقلب جيغا محمد وان نفع عن واخلاق ونعكسن وصادق الأمين لورن جري ما له حدث كواحد سكوت دع عن حنون بس هو قاعد بل هذا بيبتي مرقاسان مالين تي من مكك الراديو وهو يقول مالين تي إلا بعد أيان أركي بود النبي محمد عليه الصلاة والسلام
oo halka maqaamo ibraahim laba rakaac ku tukanaya markaas aan gadaashiisan fariistay waxaan arkay buurisadu u cibaadeysanayo si dadka ka duwan buu nabigu markaa ilaahay u caabudaya cibaadadii jahiliyadii quraashdu ay ilaahay tu ka duwan buu nabigu la yimiday markaa buu gadaashiisan fariistay salaadii markuu ka baxay buu yiri muhammad buu ka yiri markaa buu nabigu u wada jeestay ixtiraam nabi maxamed qofadu xagga dambe kaga yimaaduu la hadlo qorta ma wareejinayn baa la yidhi بل إسقى دم بقفك قابل أيه وقدرين النبي بقفك بين هذا كو قدرين أيه قيمين أيه بركة الضماد باكويري إن مقال هذا يود كانوا أن كم غناه علم بانو مغنا دخترني بين صابرته إن وانا مغلي إن المارك تاني مجلس كستون فريس أديك على هذا الحياة بركة هنا كو ضبيبان دون يا بوكيري وحخرش أنا كو صدلع معي بلاش ما كو ضبيبي لكن هنا كو ضبيبي وقلوب بوكيري يلا ضبيبي يا مركة aniga imka adigaaga iska fayo haddu ninka ay raado warwaad walaalta kale ku dambeeyba ka waran wa adiga aniga adigoo wax laga yaabaa inaan adduunada ku walaalnahay iyo sheekadeeda oo sidii ilaahay ugu tala galay baan u socono si kale u socono bal maxaad u maray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo la yiri dadka adduunada ku nool bashariyada u gurmo wama arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiira wama arsalnaaka illaa raxmatan lilcaalamiin بشر كوردن بالغوري رحمة بالله تعالى ومدى قاعد سير رسالة ده كاسر لي وادوالن تو كودا يبي ناي نو غلوه كورما مركا بنا بيقول ده جيستي ما عرونين اسم الدفاع إنه ورموا اللي مورن صاحب الحق اسم الدفاعه لأن حقه هو مالن مالن تو يعد هاي هبين كان مدو ومقدية هبين كان أوبه توش يلا يدين الله استعماله لكن عدد وافتين وما بهن يدو توش حقه وعين كاس لأن مركا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ما دام يسها وان دام يست فاسمع ما اقول لك ابو هذا انا غير يقدر يسوى وحن كل هي بودي اذكارتن مركا استفتاحا اي خطبها مركا الاخرنا يو خطبته اي كفر فرتان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اريد اسو النبي مركا اخريه مركابو دغايستي نيكا وانا عربي اللغه العربيه فهميا قالو هذا انا يغو علي مركابو النبي يغو علي عليه الصلاه والسلام هذا انا مر صدحات بو يغو علي وغو عليي الى ما تدعو ددك ما حد ويرى ساي شيك بو كيدي بل وحا ددك ادو بندغيسيد او ييرى سيد محمد او ان شيك وحا ددك او ييرى يا بو النبي يغو يري ددك ان اله كلي اي عبودان اصنام تن يا قريهان يا دغخدن يا ديرتن اي عبودان يكو اي سميستينا ان كدح بخا ما دون يا بو qaraabada la gooyay ee la xidhiidhiyaan doonaya buu rasuulku yidhi xuquuq ila xuquuqdi bashariyad oo dhan baad yacnaydo duntay bani aadamku xaqa ilaahay markay gartaan xuquuqda dhexdoodana markaasay garan karaan laakiin allihii abuuray xaqiisa markay garani waayaan xuquuqda dhexdoodana waa dayacmiyo ugu salaat alarxaam buu nabigu yidhi intaa markuu nabigu yidhi ayuu yidhi obsod yadaka u baayacuka yaa rasuulallah gacanta ii soo dhiib buu ku yidhi waan kula mabaayacoonayn baycadu waa ballan شرط بانجلنا وشرط مينا عهد ويان مركاب النبي كوري وعلى قومك ولا ضماد حديث في صحيح مسلم بكوي على وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله وحو النبي كوري أذيك كلي جماها وحب الله أنت إلى جلايا تلقى قوم كات كسو جدا إن الدين تأت جرسيني سيد بلن كيقدر النبي كوري عليه الصلاة والسلام بيع وتاس أنصار النبي يقول الله مبايع ذي بيعة العقبة هم كلهم مبايعون يي وإسلامين يكو لكن وحلا كلهم مبايعون يي إيه كنا حدين النبي قوم قال هذا مدينة وأنصار وقلت له إن يود دفاع عيان سد نشوا دي ريروه قد بتوا قد دفاع عن أسعد بن زرارة أو قوي ربا استقول يا رسول الله بيع هذا وح سهلا ما هو كيد هذا بلن كهذا اللي قلنا قال يو ما سهلا رجي أنصار تنو قبضة هيد أسعد كويدي ورجعت النبي ولد أرض إنسان كتشو قبوله كده دقيني كفير صدع يا رسول الله كلمت من رونا إياه قالوا هذا أبو النبي كيدي تقول كيف من رضي الله الله يا أبو يدي أنصار يدي جيست أبو كيدي قعنت النبي محمد قعنت أوصار إنسان تقول رب الله مسنا الدفاع إنسان أشرفتنا كده من دون تبود رجينا إن يجو عقل قب بدن له يعود كركا وضمان إنسان أبو كيدي دلني يردين ويكون من وبتكين ويكون أقوم وبيان هو يوينكين ويكون قبل ما يان حاسسكيننا أراملة نقودنا أراملة دمر قرابة نقودنا ذات كأدوية الجوجو دم بعدنا عنا جوا دمر يبودي هو كأنه سو قادم دونان قادش هذا النبي محمد مسح لنا بقولي
مركز إلى وروان قادنا إنا وان قادنا إنا مركز أبو أسعد بق مركز جوجا مركز فيرسدا حوله هنا كودمان أودن يرد هنا كواي إنسان أرجع هنا عقل جاب بدن لا عتكر كاي أوجاسية دا كودمان دون الدفاع عن النبي محمد وأوبت كنا أقوم بكون نقوم دونا وهو يوي إن كاكو قبل مي دونا ودو مركز قبلها كون نقوم دونا أراملا جرب بكو هذا نقوم دونا كفير صدا ما يوان قادنا إنا أسعد وهذا نوب من النبي كودا دين مركز أبو يا رسول الله بلنكا أنكو هنا كلا جل الديار بانو نهي أنكو نمحل لين هنوشد بكيل مركز أبو النبي يقول جنة لذين نكو حل لذين جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاغروا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جنة لذين جنة محكوين وحكوين وبجربة جنة خلاص بيعادوا مركز واتاس دين تيو اسلا دين تيو لكن دتك اسبدل مانتا ايات القران كان مغلين وان مغلي حديث كان مغلين نكون وان مغلي لكن اسبدل مبغض مانتا نحن الى قليل من الادب احوج الى كثير من العلم ورجر ابن مبارك رحمه الله ادب ير ادب ير يعني دقن وناكسن او ادب وناكسن ودينتين وان امرتي او ان كو دقنو نولشينا كم موقدا ayaan uga baahay badan nahay booran jiray abdullah ibn mubarak oo qoom badan oo lagu dhaqmeen waxba waxba lagaga dhaqmeen kasratul ma'lumat ahba ma sheegayso waxaan u baahanahay kasratul ma'mulat ma'mulat inay diinteenu noqoto dhaqan inay diinteenu mujtamaaceena ka muuqato بشارو 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 هذه سفر لو قال جري برشة القرآن حتى واحد كوب برانيسا قرآن إيو علوم تشريع هذا هذيك أوجو قريك هيك إيو كوب هذا شقوب دوسيغا أولاينكا إيه براشادو قرآنكا كريمكا إيه شريعة إسلامكا دروستا أو سيدا تحانها أو ديغو وحاكمدا براشادو قرآنكا كريمكا إيو هيقادا علوم تشريعة إسلامكا تربيدا أولادا إيو لقاد عربيغا هادابا إسخوريستو واي سعوطا هلان هروقان وحي فافاهينا كلاحريد نبراد شاشادا كاغا مبطا هموغاني دوسيغا أولاينكا براشادو قرآنكا كريمكا إيو علوم تشريعة إيه دارو الهجرة